بداية نعزيك ونعظم لك الأجر ونترك لك المجال للتعليق. أجرنا وأجركم في البداية. مشكلة قاعد أطالع صورته جدا. عبد العزيز تأسس دشينا الكوت مع بعض، يعني تأسيس القناة كنا مع بعض فريق واحد. ما أبي أضيف وايد على الكلام اللي قاله أخوي مبارك، أبي أتكلم زاوية ثانية. يعني كان الضيوف السابقين تكلموا عن عبد العزيز خصوصا في الجانب التربوي. عبد العزيز لا فضل علي، على أسرتي، على عائلتي. علاقته مع والدي عبد العزيز كونه طالب كان عنده في المدرسة، بكل أمانة يعني، وهذه كلمة أقولها للتاريخ، يعني كان له فضل كبير جدا في تربية ولدي، في يعني زرع قيم. أنا بحكم انشغالي، بحكم عملي، ما كنت أقدر أن أتابعه متابعة يومية. عبد العزيز كان له فضل كبير جدا في أن اليوم لما أشوف ولدي 15 سنة عمره وأشوفه واسمه عبد العزيز بالمناسبة بعد، وأشوفه يعني يحمل بعض القيم الرسالية الإسلامية، جزء كبير من الفضل يرجع حق عبد العزيز يعني.